السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هشارك معاكم بعض الحاجات الغريبه اللي بشوفها في الماركت. اول حاجه لفتت انتباهي هي مخلل الاناناس. ده اناناس متخلل عادي في ميه وملح وخل وشطه او فلفل حامي يعني. وكمان في بعض الحاجات بقى الفاكهه والخضار المختلف. اول فاكهه معايا مختلفه هو الموز الاحمر. ده موز المفروض بيكون لونه احمر بس الاضاءه هنا مش موضحه قوي. في انواع مختلفه وكتيره للموز. ده الموز ده اللي بيتطبخ بيه اللي هو الاحمر، وفي الموز ده وموز كمان الحجم الصغير ده، وكل نوع موز من ده ليه طعم مختلف عن التاني. ده عنب عين الثعلب، ده بيكون لونه اخضر بس هي الاضاءه برضو زي ما قلت لكم. ده نوع من انواع القرع. ده تشاو، ده مش عارفة بيتعمل بيه ايه. وده برضو نوع تاني من انواع القرع. كل ده قرع حجم صغير. ده بابايا خضراء وبرضو حجمها صغير. وفي برضو نوع الخضار ده دامبلا. ده بقى لو حد بيعرف ده بيتعمل بيه ايه قولي، عشان ده برضو معرفش بتعمل بيه ايه. وفي كمان الفاصوليا مكتوب عليها فاصوليا عنقودية، حاجة كده رفيعة، ولما كسرتها حسيت ان هي فاضية خالص من جوه. وفي كمان حاجة شبه البسلة مكتوب عليها فول، بس لما فتحتها لقيت جواها حاجة شبه اللوبيا الخضراء. هي اللي جوه ده شكل اللوبيا دي كده، واحدة بامية. دي بقى خضار اسمه دامبلا، هو من سريلانكا تقريبا، بس برضو معرفتش ده بيتعمل بيه ايه. وده حاجة شبه القتة عندنا بس مختلف، يعني هي شكلها مختلف نهائي. معرفش ده بيتاكل ولا بيتطبخ، انا ما جربتوش لسه، ان شاء الله هجيبه واجربه. دي بقى البامية حجمها كده ما شاء الله. وفي بقى الفاصوليا عادي، دي الفاصوليا الخضراء، هي نوعين يعني، دي العادية بس على طول شوية او شبه الفاصوليا العادية، لكن دي رفيعة واطول شوية، دي رفيعة وطويلة. ودي كانت بعض الحاجات الغريبة، والى اللقاء في الفيديو القادم، وباي باي.